المسلمين الفرنجية تتفقوا، هيدا كان نصيحة السيد؟ لا، هي نصيحتهم أطول، وأنا مع أنه نتفق، مع أنه تتفق طبعا، مع أنه نتفق على حدا ثالث. مش نحن لا بكرة، أنت بكرة مش أنا ماني مرشح تا أوكي وصلنا لا أوكي إيه؟ أنا ماني مرشح، أنا أسكى بكتير أوكي. من أني أعمل هيك أوكي منيح. هلا اللي متشاوف جواب نهائي، اللي متعجرف جواب نهائي، سوري يعني لن أنا جواب نهائي، لن تترشح لرئاسة الجمهورية كمان. أسكى مني أقول لك إيه شو، ولو حدا بي يعني بي بيجز حاله من تحت هيك، ما بتقول ما بدي، انا ما بدي اليوم، انا اليوم مع فكره انه نوصل لرئيس توافق ايه ونوفر على البلد العذابات اللي بده يتعذبها، لانه نحن جايين على عذابات ايه، ونروح نربح هذا الوقت ونروح على رئيس نتوافق عليه يكون بيطمن حزب الله والفكرة الأساسية بأنه ما يجي ينضرب أي مكون بالبلد، يكون بيطمن كمان السنة بأنه هن مش لح يكونوا أبدا يعني منتقص شيء، من يعني ما فينا نقبل نحن مكون أساسي مثل السنة يكون حاسس حاله بحالة استضعاف، وبيطمن المسيحيين أنه هن ممثلين بالموقع الأول بالسلطة بتمثيلهم. طيب معناتها فإذا هذا الشيء الأسرع يلي بينعمل يلي إيه نتفق عليه نحن والسلمين الفرنجية والحزب والرئيس بري والبطرك، والبطرك طبعا أوكي. طبعا البطرك مش من موقعه، لانه انا ما بريد البطرك يدخل باللعبة الضيقه، بس من موقع حرصه، لانه هو عم بيظهر حرصه ايه يعني على شفت خطبته امبارحه على الموضوع الرئاسي صح. موضوع البلد ما بينحكم بثلاث روس، موضوع الحكومه انه ما فيها تيجي، يعني كل هيدا الموضوع بدل على حرص انه روحوا نعطي اولويه للرئاسه، بس بدون ما نحط البلد بمخاطر مثل عم نشوف. كلام كثير مهم. يعني حضرتك مستعد اليوم استاذ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر للاتفاق مع سليمان فرنجي وحزب الله والبطرك عمليا بالدرجة الأولى مع المكون السني والرئيس نبيه بري على شخصية لتيمور جنبلاط؟ شو بينقصه يعني أوكي. انه فكرك ما بفكر مثلنا ايجابيا للمستقبل وقدرين نحن وياه نفكر رأيك ايجابي بتيمور طبعا نفس الطريقة، لانه التقيت فيه وشفته شاب واعد كيف بفكر لقدام. او ليش كمان سامي جميل ما بده يكون، يعني انه فكره التحدي بايصال حدا ما حتنجح. ليه عم نروح على ناسنا ممتاز. وعلى بلدنا؟ لا ما هي اليوم ليه؟ اليوم اللي عم تحكي والرئيس بري بعرف انه بيقدر يكون يعني عنده القراءه الصحيحه للوضع انه هذا الشيء الانسب، وانا اكيد انه هو بيمشي انه نروح نعمل هيك شيء. انا ماني عم بطلب شيء لإلي ومن عم بيجي افرض حدا، ومشان هيك متضايقين من الورقه البيضاء لانه لا قرار، بس بذات الوقت مش عم نجي نلعب وراء تنحرق ناس ونتسلق. اليوم فينا نقول بهيدا البرنامج بتوجه دعوه للتوافق على رئيس حتى لو ما كنت حضرتك او سليمان الفرنجي هيك صح. بترشح حدا من التيار غيرك؟ لا ليه بده يعني اذا حدا من التيار ليه بده؟ اكيد يعني شيء طبيعي. انا ليك ليه ما بتسأل سليمان الفرنجية السؤال؟ بدي أسأل أو سؤال سمير جعجع عن بدي أسأل مرشح حدا بالقوة. هل مرشحك لازم يكون داعم للمقاومة حتما؟ بقول لك شغلة، أنا اليوم عم بفكر كيف فينا نوصل الرئيس؟ لو بيوصل من التيار شو نجي نتسلى يعني؟ أوكي. إنه المهم نوصل يعني أنت مش مرشح لأنه ما بتوصل؟ ولأنه التجربة اليوم ما بتسمح إنه نعمل هيك. أوكي. ليك ممتاز. يعني بعد بدي أعطيهم ورقة مهنة الرئيس هون لك شو عملوا فيه أوكي. عرفت انا شو بدهم يعملوا ضرب اثنين على كل حال فهمت انه الحاج وفيق صفى لامك لما قلت ما بدي اترشح او هلا انا مش طالب قال لك ليش تسحب الورقه صح ما بعرف ما بتذكر طيب كنت بدك تحكي هل مواصفات الرئيس لازم يكون فيها حامل المقاومه وقريب لحزب الله للمقاومه ولا مش ضروري مش موضوع يعني لازم يكون ضامن انه هو لن يتآمر على فريق داخلي بسيطة القصة يعني ليك مش ممنوع عليه يقول انا نحن بدنا اياه يعمل استراتيجية دفاعية أوكي. يكون الدولة هي الاساس فيها بس مش معناتها هيدي تؤدي الى مشروع تاني ينفذ رغبات خارج على يعني والله تنطلع لبنان من ازمته المالية بنعمل حرب داخلية قائد الجيش يعني ناخد مصاري من برا لنمول البلد بس بنعمل فيه حرب بتروح المصريات وبتروح البلد قائد الجيش بيطمئن حزب الله حسب لقاءك مع السيد ما بعرف بدك تسأل طيب رح اتركك تريد ان تتحدث عن اهم انجازات الرئيس ميشيل عون تفضل بنهايه لا ليك بدي اقول لك شغله مش بدي اعمل بصراحه لا ما قدرنا انا بعرف كثير منيح شو صار بهذا العهد وشو اثاره على الناس
بس هيدا صار لأنه في حدا أجا خلخل هالمنظومة هيدي وأصاب ما أصابه. صح. اللي صار نتيجة السياسة من التسعين. فالإخفاقات بسمي لك إياها هيك لما عدت عديتها بتطلع كتير. بدك تقول لي إياها بعد بريك 30 ثانية، بس بدي أسألك كم مسلم في بالتيار معالي الوزير؟ في 15% من التيار مسلمين. 15% مسلمين؟ في بالتيار اليوم 41 ألف منتسب، في 6000 وشوي مسلمين. إذا مش غلطان السنة 3300 والشيعة 2500. السنة أكثر من الشيعة بالتيار. هؤلاء ناس مش طارئين هلأ، ناس كوادر معنا من الزمان وجاي خلقوا مع التيار، مشان هيك حرام تصوير التيار. أكيد هو معظمه مسيحي، بس حرام تصويره أنه هو يعني تيار طائفي. ولما بنحكي عن الدولة المدنية نحن جديين بهذا الموضوع. شو ردك على